أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات المشخص في البيطرة. في هذه الحلقة سوف نصنع أو قد صنعنا هذا الجهاز، هذا الأداة، هي ليست جهاز، أداة. هذه ربما تفكركم بحاجة. هذا المولد، القالب، يعني المولد بالإنجليزية بالفرنسية اللومول، القالب الخاص بالسيبوزوتيروز، سيبوزيتوريز بالفرنسية سيبوزيتوار، التحاميل. هذه التحاميل، هذا اشترينا سبيكة حديدية. طبعا بحثنا عن سبيكة حديدية لم نجد السبيكة حديدية ذات أبعاد، مثلا طول 20 سنتيمتر، والسمك 2 سنتيمتر، والعرض حوالي 7-5 سنتيمتر، قطعتين. أنت إذا وجدت بهذه المواصفات اشتري، إذا لم تجد بهذه المواصفات هذه السبيكة في حد ذاتك يجب أن تصنعها، مثلي أنا صنعتها. إذا وجدت قطعة حديدية تبيع عند أصحاب الذين يبيعون الحديد والأنابيب الحديد وسبائك الحديد إلى آخره ودعامات الحديد، اشتريت متر ونصف من هذا وحده، هذا اللي وحده. راك تلاحظ راك كاين ثلاث، كاين ست درجات. انا اشتريت واحد من هذا، واحد وطوله متر وعشرين سنتيم، وقسمتها على 6 اجزاء. طبعا قسمتها على 19 سنتيم، 19 × 6، لانه الجهاز الذي يقطع به هذا القطع ياكل 3 ملم. انا درت حسابي، نقصت من كل 20 سنتيم، نقصت 1 سنتيم، فخرج لي 6 قطع نتاع 19 سنتيم. هكذا. اذا ثم ماذا؟ ثم قطعتها، هذيك المتر وعشرين قطعتها الى 6 قطع، 19 سنتيم كل قطعة. طبعا السمك 8 ملم، الماكسيموم انا وجدته الذي في يباع عندنا محليا هي 8 ملم، هكا 8 ملم. العرض، طبعا هذه السماكة الثخانة، يعني 8 ملم. العرض 5 سنتيم، 4.5، 5 سنتيم، لأنه السمك، دير حسابك سوف تحفر فيه حفر في الوسط مثل هذه الصور. لاحظ الصور اللي احنا نبعث لكم، لاحظ الصور. مثلا عندنا هذا القوالب، هذا وجدته من الانترنت صور. هذا ايضا قالب مزدوج ذو طبقتين، فيه 12 بئر. هذا متعدد الثقوب، متعدد التحاميل التي يمكن صنعها دفعة واحدة، عدة طبقات، 1 2 3 4 5، 5 طبقات. الذي في الأسفل 5 طبقات، كل طبقة 20 تحميلة، إذا 100 تحميلة. هذه 5 × 20. عدنا هذا أيضا، عدنا هذا بسيط، فيه 6 تحاميل دفعة واحدة. هذا عدنا 12 تحميلة أيضا دفعة واحدة، هذا 12 أيضا، هذا 6 تحاميل دفعة واحدة. هما يعني سبيكتين منطبقتان مع بعضهما البعض، مع بواسطة يعني برغي. هذا أيضا، طبعا نفتح هذا وسوف أقول لكم كيف صنعناه. صنعناه طبعا بأول شيء نروحوا للحام، هكا بالفرنسية السودور، إذا كانت أنت تصنع سبيكة خاصة بك. إذا كانت عندك سبيكة جاهزة، سبيكتين يعني من نفس المواصفات، مباشرة يعني تذهب إلى الخراط بالفرنسية تورنور، الخراط الذي يعني يثقب الحديد.
إذا كان أنت يجب عليك أن تصنع سبيكة انطلاقا من ثلاث سبيكات أو اثنين فما فوق، يجب أن تذهب إلى اللحام أو يمكن مباشرة الخراط، مباشرة الذهاب إلى الخراط مباشرة بدون المرور باللحام. أنا ذهبت إلى اللحام طبعا، نزعنا هذا البرغي، طبعا هذا البرغي نزعناه. تشتري أيضا برغيين طولهما يساوي ضعفي عرض السبيكة الواحدة هكذا، بالإضافة إلى 2 أو 3 سنتيمتر إضافيتين، 2 برغي قطعتين مع هذه الدوائر هذه، من أجل يعني المسك الجيد، من أجل المسك الجيد. يمكن الاستغناء عن هذه الدوائر، يمكن الاستغناء عن هذه الدوائر، ولكن من أجل المسك الجيد والتثبيت الجيد يعني أنا أحبذهم. عدنا هذه، إذن كما قلنا عدنا قطعتين، قطعتين هذه حوالي الطول 10 سنتيمتر والرقم هو 17. هنا 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 17 مليمتر، هنا 17 مليمتر، لكن هنا 10 مليمتر يعني 1 سنتيم. تستطيع استعمال مثلا 8 مليمتر، 12 مليمتر، 15 مليمتر، لا يهم يعني. وترى هذا هما السبيكتين، هذه هي السبيكتين الذي هذو. طبعا هنا يجب أن يكون لدينا تطابق، هكذا يجب أن يكون لدينا تطابق، تطابق 100%. هذه تذهب عند الخراط هكذا بعد ما تجهز السبيكتين، أو أنك تشريهم جاهزتين، أو تجهزهم عند اللحام. اللحام بعد ما يقطع، أنا هنا وجدت كما قلت لكم الأكبر سبيكة، هي أكبر قطعة هي 8 مليمتر، وضعت 3 قطع يعني 2.4 سنتيم، 2.4 سنتيم كلاهما 2.4 سنتيم، ولحمتهم هكا مثل ما نقول بالجزائرية، سوديتهم على كل الجوانب ما عدا الجانب العلوي الذي سوف أثقب فيه، إذا الجانب السفلي والجانب الأيمن والأيسر هكذا، أما الجانب الرابع لم ألمسه، يجب ألا تلمسه أبدا هكذا. بعد ما تلحمهم تذهب إلى الخراط يأتي عمل الخراط هنا، لاحظ معي هنا تبتعد بواحد السنتيم ونصف، 15 مليمتر عن الحافة هكذا، تبتعد ب 15 مليمتر عن الحافة. القطر تقول له 10 سنتيم بدون وجود هذا، لأنه هو يطلب منك تخير ما بين الأملس مثلي أنا، مثل الذي فعلته أملس، وبوجود هذا الأخاديد هذه هكذا على شكل برغي أو على شكل يعني عادي. أنا اخترت العادي، دوما اختار العادي، خاصة في هذا القوالب هذه، دوما العادي، ليس الذي معه تلك الأخاديد هذه هكذا. هناك يعني براغي تباع فقط يعني من هنا إلى القاعدة إلى الرأس أملس،
والجزء العلوي هو الذي تحتاجه عند 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 الضغط عند الـ عند الـ عند نهاية الـ عند الضغط بالبرغي هذا. انت اختر دوما اختر هذا لكي يعني يمشي معك على طول على طول البرغي. الصامولة تمشي معك على طول البرغي هكذا. ثم تبتعد ايضا هنا تأتي في منتصف، اذا هذه 4-5 ملي 5 سنتيم، اذا منتصفها هي 2.5 في منتصف، في المنتصف تماما 2.5، وتبتعد بسنتيم ونص وتحفرها. طبعا هو الخراط يطلب منك انه يثبتها باللحام من هنا ومن هنا مؤقتا فقط، ثم ينزعهما هنا، ثم يثقب هنا. بعد ما يثقب مباشرة يدخل الأول فيهم حتى يزيد التثبيت أكثر وأكثر هكذا، ثم يثقب الجهة الثانية أيضا نفس الشيء حتى يزيد التثبيت، ثم يدخل الثاني الرقم البرغي رقم 2، ثم يسألك تحدد له طبعا أنت تشرح له كلش، تحدد له أين يعني يجب أن يثقب هذا البراغي هذا، أين يثقب يعني. هذه 1 سنتيم يعني 10 مليمتر، هذه قطرها 10 مليمتر، هذه قطرها 10 مليمتر، هذه قطرها 15 مليمتر، هذه قطرها 20 مليمتر يعني 2 سنتيم، وهذه قطرها 15 مليمتر. إذن عدنا 6، 15 مليمتر، 20 مليمتر، 15 مليمتر، وهذه 3، 10 10 10 هكذا. هذه لمن لم يجد السبيكة، إذا تصنع سبيكتك خاصة بك عند اللحام، ثم أو كل شيء عند الخراط هكذا. ثم العمق، يطلب منك العمق. العمق هنا طبعا يعني لوجيكال يعني منطقيا يجب أن لا أن تختار يعني السمك، عفوا تختار العمق أكثر من عرض السبيكة. أنا هنا اخترت 4.5 تقريبا يعني شوي وراح يخرج يعني، وهذا خطأ يعني. أنا غلطت، أنا أمرته 4.5 من المفروض يعني 4-3.5 ما يفوتش هكذا، ولكن معليش يعني نأمل يعني مع التثبيت الجيد، مع التثبيت الجيد لا يسيل هكذا. هذا كان فيما يخص تصنيع القالب صنع التحاميل، قالب صنع التحاميل. نبدأ نصنع التحميل الأولى في الفيديو القادم أو أحد الفيديوهات القادمة. ثم ماذا؟ ثم نحضر ورق الرمل هذا، ورق الزجاج نسموه بالجزائرية بابي فير، ومثل رقم 220 ها؟ الورقة رقم 220. ثم نبدأ ماذا؟ نملس هذا أرجع هذا الطبقة، هذه ملساء يجب أن لا تحتوي على تلك الشوائب، هذيك شوائب الحديد هكذا. أملس هذا الجهة، لا أملس يعني كثيرا حتى يتشوه الشكل الأصلي هكذا. يكفي أني يعني أمرر أصابعي بدون أن يصاب بأذى أو يكون هناك يعني حرج أو يكون هناك يعني شيء يعني خشن أو هكذا. طبعا اتفادى دوما اتفادى عند اللحام عند اللحم القطعتين، هذه القطعة هذو مع بعضها مثل 3 قطع، دوما اتفادى هذا التشكل، هذه الحبيبات هذه، لأنه هذه تعيق لك اتحاد القطعتين ولو مع الضغط بالبرغي، لأني أنا عانيت من هذه حتى يعني راني يعني كل فترة وفترة أقوم بنزح هذا يعني هي لا تشكل يعني ربما ثلث المليمتر، ولكن هي عائق هكذا. إذا
هل هذه نزعتها من هنا؟ انظر، نجحت 100%. جربنا فيها، glycerated جيلاتين، سوبوزيتوريز التي أساسها الجيلاتين والجليسيرول. هذه تستخدم من أجل الكونستيبيشن. غدا سوف أريكم كيف نصنعها. هذه واحدة جبتناها من هنا، وهذه من هنا. إلى اللقاء.